أحسن الله إليك يا شيخ. صالح من خميس مشيط، تفضل يا صالح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاك الله بالخير يا شيخ. جزاك الله بالخير. أنا طال عمرك أنا عندي سؤال. عفوا يا صالح، لو بس تقصر التلفزيون شوي. التلفزيون بعيد مني. إي بس اقصروا شوي لأن في ارتداد في السماعة. تفضل. تمام تفضل الله يحفظك. أنا عندي طال عمرك والدتي أعطتني مبلغ 400 ريال. ألو؟ نعم نعم. 400 ريال قيمة غدو الصيام أيام أنا الوالد لأنه كان مريض. وبعدين أنا ما أخرجتها أكلتها، فإيش أسوي الحين؟ طيب شكرا. تخرجها الآن. تخرجها الآن وتطعم عن الوالد عن كل يوم كيلو ونصف من الطعام. طيب.